عقد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 مؤتمرا صحفيا تحدث من خلاله كل من سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، وسعادة السيد راشد بن زايد الزياني وزير الصناعة التجارة والصناعة والسياحة، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، والمقدم طبيب مناف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، والدكتورة جميلة السلمان أخصائي أمراض معدية مجمع السلماني الطبي. وهذا وقد أكدت سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أن هناك خططا طبية وتدابير إضافية سيتم اتخاذها لمكافحة الفيروس، وسيعلن عنها وفقا لتطورات الوضع في المملكة. اليوم الكل يعني وصل الخبر والإعلان، مع الأسف يعني احنا اليوم الإعلان كان عن أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية. مع الأسف هاي يعني الحالة كانت في العزل في المستشفى، يعني عمرها 65 سنة، كانت هي هذه يعني المواطنة تعاني من أمراض مزمنة وظروف صحية كانت تعاني منها، وطبعا وجودها وإصابتها بالكورونا فاقم الحالة اللي عندها. فإحنا طبعاً نقدم تعازينا الحارة إلى أسرة الفقيدة وذويها وعلى هذا المصاب يعني، وإن شاء الله الله يصبرهم، وإن شاء الله تكون هذه يعني ما في أي حالات أخرى إن شاء الله عندنا في مملكة البحرين، وهذا اللي نحن نحرص عليه. وكما هو معروف أن منظمة الصحة العالمية يعني بيّنت أن أكثر اللي يتعرضون هم للخطر هم من كبار السن، واللي عندهم أمراض مثل ما ذكرت أمراض مزمنة، فالحيطة والحذر لكبار السن واللي عندهم الأمراض والابتعاد عن أي مكان قد يتعرضون فيه إلى الخطر، هذا يعني ضروري أن يؤخذ في الاعتبار. عن هناك خطط طبية في حدوث أي طفرة في هذا الجانب راح تتوفر تدابير إضافية، راح طبعاً يعلن عنها كل في حينه، وتتنوع هذه التدابير على سبيل المثال مثل ممكن تعليق الدراسة، يمكن وتعليق التجمعات، كلها هذه بتكون في وقتها راح يتم الإعلان عنها حسب مثل ما ذكرت الحالات اللي راح تتزايد. طبعا هذه بتكون الإجراءات مؤقتة، لكن بالتأكيد لها دور كبير في الحد من انتشار الفيروس في مملكة البحرين. الحمد لله الآن ما في الانتشار، لكن الاحتياطات والاحترازات ضرورية وواجبة، ونحط تصور إلى لو حدث كيف احنا نقدر نتصرف.